تم الظلام أرجاء مكتب البريد، وبعد دقائق اختفت ما قيمته 80,000 جنيه استرليني من العجائر الكريمة والمجوهرات، أي ما يعادل في الوقت الحالي 6 ملايين. وقعت الحادثة في نوفمبر لعام 1881، حيث كان مكتب بريد فرحات الواقع في منطقة يورون المزدحمة مسرحا عملية سطو جريئة. كان وقت السرقة غير معتاد إلى حد كبير. في الساعة 5 مساء عندما كان الفرع مشغول بخدمة الجمهور والقيام بأعمال أخرى استعدادا لإرسال البريد الليلي، خيم ضباب كثيف على العاصمة في ذلك اليوم وأصدرت مصابيح الشوارع ضوءا خافتا. كان العمل في مكتب البريد في ذروته عندما انطفأت الأضواء فجأة وغرق المكان في الظلام الدامس. بدأت الموظفات خلف المنضدة بالبعر وزادت الضوضاء صادرة عن الأطفال في المستودعات والمكاتب. لم يمض وقت طويل قبل أن يكتشف أن صنبور عداد الغاز الذي يزود مصابيح الغاز في المكتب تم إطفاؤه من قبل شخص ما. تم فتح الصنبور مرة أخرى وأضاءت المصابيح وعاد كل شيء إلى العمل كالمعتاد. بعد فترة وجيزة لاحظ الموظفون في المكتب اختفاء حقيبة بريد حيث كانت معلقة على ودد جاهزة لإرسالها، وأدركوا أن الحقيبة التي تحتوي على الرسائل المسجلة التي اختفت قد سرقت بالفعل. تم تقديم مكافأة قدرها 200 جنيه استرليني من قبل مدير مكتب البريد العام، ومكافأة أخرى قدرها 1000 جنيه استرليني من قبل الشركات التي قامت بتأمين الرسائل القيمة على أمل العثور على معلومات تؤدي للقبض على المجرمين. لقد حيرت هذه القضية شرطة العاصمة وضباط فرع تحقيقات مكتب البريد نظرا لأن عددا من الخيوط لم تكن متوافقة تماما. وفي عام 1893، أي بعد مرور 12 عاما على الجريمة، اعترف السجين في أحد السجون البلجيكية بارتكاب الجريمة. كان المشتبه به هو آدم وورث.